151 طبيبا وطبيبة تخرجوا بالزمالة والتخصص الدقيق من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 2017 و2018، وكان برعاية وحضور وزير الصحة. وحقيقة أول شيء أهنئ الخريجين والخريجات على هذا الإنجاز المتميز، وهذا هو الاستثمار الحقيقي في أبناء الوطن في تخصص حقيقة المملكة تحتاج له كثيرا. وكذلك أهنئ الخريجين على إنجازهم وتميزهم، وأهنئ أبائهم على هذا التميز، وكذلك يعني أهنئ الوطن بهذا الإنجاز في يوم الوطن. فنحن فخورين وسعيدين بهذا الإنجاز من هذا الصرح المتميز مؤسسة الملك فيصل التخصصي. من بين الخريجين أطباء مبتعثون من دول مجاورة جاءوا ليزدادوا دقة في تخصصاتهم، وهي رسالة تسهم في إعطاء الصورة الصحيحة بتقدم الطب في المملكة العربية السعودية. مع حرصنا على التمثيل على تدريب الأطباء السعوديين، أيضا نرى أن تدريب الأطباء في الدول الشقيقة المجاورة أيضا رسالة لنا، وتسهم في تطور وإعطاء الصورة الصحيحة للطب وتقدم الطب في المملكة العربية السعودية. وهو في الأخير المراكز الطبية المتقدمة تحرص على نشر اسمها ونشر متدربينها لما يعود الفائدة عليها بالمدى الطويل، ونحن نحرص أن يكون هناك توازن بحيث ما يؤثر على أماكن أطباء السعوديين، لأنهم هم الأولوية الأولى، ولكن لا نغفل الجانب المحلي والعالمي في هذا المجال. أكثر مشكلات المستشفيات هي نقص الكادر التخصصي في نوعية أمراض معينة. الإشكالية دائما تصير عند المستشفى، اللي هي السعة الاستيعابية للمستشفى ليست بذلك القدر بسبب كثرة الحالات. تخرج هذا الكم الكبير من هؤلاء المتخصصين يعطي الفرصة لانتشارهم في أنحاء المملكة العربية السعودية. التدريب له أثر على شخصية الطبيب وتعامله مع المرضى. الحمد لله، يعني كان سنتين قضيناها في المستشفى الملك فيصل التخصصي، استفدنا وأضاف يعني اللي يعني معلوماتنا، وإن شاء الله نرجع لوطننا ويعني ونخدم الوطن إن شاء الله. شعور لا يوصف، شعور النهاية، مع أن في الطب ما في نهاية، بس هو شعور جميل جدا أنك وصلت لمرحلة يعني التخصص الدقيق والزمالة، هاي شعور لا يوصف الحمد لله. يعني في البداية وجودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، واللي هو يعتبر المستشفى رقم واحد في الشرق الأوسط، يعتبر مفخرة، وإحنا كخليجيين وعرب فخورين جدا في هذا الصرح الأكاديمي والتعليمي. وجودي في المستشفى أضاف لي أشياء كثيرة جدا، بداية من تطوير الشخصية، التعامل مع المرضى والتعامل مع الأطباء، زيادة ثقة في النفس، بالإضافة إلى الجانب التعليمي، الخبرة العملية اللي استفدناها. مهنة الطب مهنة إنسانية بامتياز، فكلما تقدم الطب زاد وعي المجتمع.